أطلقت جمعية غيث للخدمات الصحية بمنطقة جازان أول مشاريعها بالمنطقة، وهو مشروع العلاج الخيري. يستهدف هذا المشروع إجراء العمليات وعلاج 1000 مريض خلال عام 2020 بتكاليف تصل إلى أكثر من 6 ملايين ريال. وسيتم في المرحلة الأولى من المشروع علاج 96 مريضاً. معنا من جازان رئيس مجلس إدارة جمعية غيث للخدمات الصحية دكتور جابر شراحيلي. دكتور جابر أهلا بك معنا. يعني بداية، ما الذي تقدمه جمعية غيث للخدمات الصحية للمستفيدين؟ أهلا وسهلا أخي، ورمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير. بداية أشكر لقناة الإخبارية هذه الجهود المباركة في تسليط الضوء على خدمات القطاع الصحي الخيري، ونحن في جمعية غيث نشكر كل من شارك معنا في دعم برامج الجمعية النوعية. الحقيقة جمعية غيث لها مشاركات جميلة في جهود الحكومة، حكومتنا الغالية في جائحة كورونا. فلدينا برنامج السلة الغذائية لأسر المرضى الفقراء، ولدينا خدمة الدواء الخيري للمرضى الفقراء مع التوصيل، كذلك لدينا العلاج الخيري لألف مريض في جازان، توفير الأجهزة الطبية للمرضى الفقراء، ولدينا كذلك برنامج المستلزمات التعقيم بعدد 21 موقع، كذلك عندنا العيادة الاستشارية عن بعد، وكذلك لدينا الحملة التوعوية والوقائية لفيروس كورونا، حملة مدتها 3 أشهر. ونسعى جاهدين للوصول الى اهدافها. لدي الجمعيه لديها العديد من البرامج. طيب دكتور جابر، يعني كيف هو تفاعل رجال الاعمال معكم في الجمعيه؟ تفاعل رجال الاعمال جيد ومقبول، وان كنا نطمح في زياده ورياده من رجال الاعمال في دعم القطاع الخيري الصحي، وهم إن شاء الله ما يبطلوا معنا. الآن هذا المشروع، يعني مشروع علاج 1000 مريض، يعني تكلفته 6 ملايين، من يرعى هذا المشروع؟ الحقيقة العديد من الجهات المانحة، ونحب أن نشكر بعض من الجهات المانحة الذين ساهموا معنا في دعم العلاج الخيري، وهم مؤسسة أريس الوقتية أوقاف الضحيان الخيرية، وكذلك مؤسسة تحياها الخيرية، والعديد من الجهات المانحة لدينا توافق مبدئي، وإن شاء الله القادم أجمل بحول الله. شكرا جزيلا لك رئيس مجلس إدارة جمعية غيث للخدمات الصحية الدكتور جابر شراحيلي من جازان، أشكرك.